أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف العاشر في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تتعرف على المنجزات العلمية في الحضارة الإسلامية وأيضا على الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح. أسهمت الحضارة الإسلامية في تقدم كثير من العلوم الطبيعية والتطبيقية وذلك بفعل عوامل متعددة حفزت علماء الإسلام تجاه الإبداع والابتكار في مجالات علمية متعددة. وقد شهد عدد كبير من علماء الغرب لحضارتنا الإسلامية بالتفوق العلمي. تعرف الحضارة عزيز الطالب هي المنجزات المادية والمعنوية في مجالات الحياة جميعها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية والفنية. أيضا مفهوم المنجزات العلمية للحضارة الإسلامية هي ما قدمه علماء الإسلام من إسهامات وإبداعات في مجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية مثل الطب، الهندسة، الصناعة وغير ذلك. عوامل ازدهار الحركة العلمية في الحضارة الإسلامية: حث الإسلام على العلم واتباع المنهج التجريبي وحركة الترجمة وعناية الخلفاء وحكام العالم الإسلامي بالعلم والعلماء. حث الإسلام على العلم عزيز الطالب جعله لتعلم العلوم النافعة ثوابا مستمرا لا ينقطع بموت الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أيضا اتباع المنهج التجريبي وذلك فيما يخضع للاختبار والتجربة في مسائل العلوم. فالعالم الرازي مثلا عندما أراد اختيار مكان مناسب للمستشفى وضع قطعا من اللحم في أماكن متعددة وراقب صلاحية اللحم في تلك الأماكن، فاستقر رأيه على إقامة المستشفى في المكان الذي بقيت فيه قطعة اللحم صالح لمدة أطول، وما أرشده إلى أنسب الظروف المحيطة لإقامة المستشفى. أيضا حركة الترجمة، اهتم علماء الإسلام بترجمة مصنفات ما سبقهم من علماء الأمم الأخرى مثل اليونان والهنود والفرس وأخذ منها ما يصلح لهم وطورها وزادوا عليها. عناية الخلفاء وحكام العالم الإسلامي للعلم والعلماء وتقدير دورهم في وتحفيزهم إلى البحث العلمي وتخصيص الأموال اللازمة لذلك. مجالات المنجزات العلمية في الحضارة الإسلامية: مجال الطب، برز عدد المنجزات العلمية لعلماء الإسلام في مجال الطب منها علم الجراحة، علم الدم وطب العيون. علم الجراحة أسهم أبو القاسم الزهراوي في جعل الجراحة علما مستقلا، كما أجرى عمليات جراحية دقيقة واخترع خيوط الجراحة وبعض الآلات التي جرت تحديثها حتى استعملها أطباء الجراحة في وقتنا الحاضر. أيضا علم الدم اكتشف الطبيب ابن نفيس الدورة الدموية في الجسم، وطب العيون درس الحسن بن الهيثم تشريح العيون ورسمها بوضوح ووضع أسماء علمية دقيقة لأجزائها، وكان لجهوده دورا في دراسة العين وفهم وظائفها. أبو عبيدة رضي الله عنه صحابي جليل أسلم في بداية الدعوة إلى الإسلام، وقد كان رضي الله عنه من قادة الفتوحات الإسلامية في بلاد الشام. توفي رحمه الله بطاعون أمواس ودفن في غور الأردن، وهناك 10 مبشرون بالجنة أعزائي الطلاب هو أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد. الصحابي الجليل أبو عبيدة اسمه ونسبه هو عامر بن عبد الله بن الجراح، كنيته أبو عبيدة ولقبه أمين الأمة. توفي في غور الأردن. يعد أبو عبيدة من السابقين عن الإسلام، حيث انطلق مع مجموعة من الصحابة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا بدعوته، وكان من بينهم عثمان بن مضعون وعبد الرحمن بن عوف. فرض عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا في ساعة واحدة، وقد وجد أبو عبيدة رضي الله عنه في الإسلام الحق الذي يبحث عنه، فثبت على دينه وقدم كثيرا من التضحيات. أيضا عزيز الطالب أبو عبيدة كان له صفات وفضائل كثيرة عرف بها الزهد. في يوم من الأيام أرسل له الخليفة الراشد سيدنا عمر بن الخطاب مبلغا من المال فقسمه على الفقراء والمحتاجين، فلما علم عمر بذلك قال: الحمد لله الذي جعل في الإسلام أن يصنع هذا. الأمانة قد مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. وحسن الخلق قد عرف رضي الله عنه بأخلاقه الحسنة وحسن تعامله مع الناس، جهاده في سبيل الله، شارك في كل المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ثابتا شجاعا لا يخاف. وقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم واليا إلى نجران بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاه سيدنا أبو بكر على أحد الجيوش الأربعة،
فتح بلاد الشام ثم جعل سيدنا عمر بن الخطاب أمين الجيوش الأربعة في بلاد الشام، فكان رحمه الله تعالى مثالا القائد المتواضع. نجران عزيز الطالب هي مدينة في جنوب المملكة العربية السعودية. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.